فازت كيوبكس جلوبال، وهي شركة عمانية ناشئة وأحد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا، بجائزة أبلينك أوشن سولوشن سبرنت، جائزة ماراثون الحلول الابتكارية للمحيطات، وهي مسابقة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي للوصول إلى أفضل الأفكار المبتكرة القائمة على التكنولوجيا التي تنقذ المحيطات. وضمت المسابقة 50 مشاركاً من 15 دولة من إجمالي أكثر من 300 تطبيق. فاز الفريق المبتكر من سلطنة عمان هود الحقاني وحمزة الخروصي وإحسان طارق، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات 20% من سفن الشحن العالمية من خلال شراء وبيع مساحة الحاويات غير المستخدمة على متن سفن الشحن الحالية. تسافر أكثر من 100 مليون حاوية من ميناء إلى آخر بنسبة 50% فارغة وتسبب الهدر، وهي ممارسة ضائعة للغاية تنتج 280 مليون طن من انبعاثات الكربون وتكلف الصناعة 25 مليار دولار كل عام. فرصة مبتكرة لشركات النقل والشحن البحري التقليدية في العالم لاستخدام كيوبكس، والتي تستخدم تقنية بلوك تشين في المنصة لشراء أو بيع المساحات على أي حاوية متجهة إلى أي وجهة. منذ انطلاق المنصة في أكتوبر 2019 حجزت كيوبكس 5100 شحنة بمبالغ تتجاوز 100,000 دولار، وحصلت على استثمارات بمبلغ 750,000 دولار أمريكي من صناديق دولية إضافة للصندوق العماني للتكنولوجيا.